في سبوتلايت هذا الأسبوع غادي نتكلم عن اختيار الممثل السعودي الشاب عزيز غرباوي لكي يشارك هو والممثل الشاب السعودي الثاني حكيم جمعة في بطولة ميني سيريز عالمي اسمه لاست لايت من إنتاج شركة MGM، إلى جانب ماثيو فوكس نجم مسلسل لوست وجوان فروغات بطلة مسلسل لاير وتوم ولاشيشا لإيلو ميتين ويش في مسلسل Games of Thrones. وطبعا المسلسل تشويقي بتدور أحداثه في 5 حلقات حول عائلة بتتغير حياتها للأبد من بعد حصول حدث كارثي، وده طبعا اللي بيسبب انهيار المجتمع في مواجهتها، وبيورينا كمان ايه اللي ممكن يحصل لكل شخص يعمله علشان ينقذ عيلته وكمان احبابه. عزيز بالمسلسل بيكون اسمه فاروق وبيحكي عربي، ودانا لما قابلته عبر سكايب حكيت معه بكل التفاصيل. لك ألف ألف مبروك على الدور الجديد بلاست لايت. الله يعطيك ألف عافية، وأنا مرة جدا متشكر ومرة مبسوط أني أنا متواجد معكم في ترندو. يعني قديشك بس سمعت خبر أنه أنت on board موجود مع الكاست بلاست لايت مسلسل عالمي، شو كان إحساسك أول ما عرفت؟ إلى هذه اللحظة أنا ماني مستوعب أن أنا معهم صراحة. لما قابلتهم أول يوم كانوا مرة متعاطفين معاي، حسسوني أنه إحنا عيلة واحدة، فلدي الدرجة أماني حاسس أن أنا مع ماثيو فوكس لماثيو فلوس ولا شركة الإنتاج MGM. How lucky I am. أنا مرة محظوظ الحمد لله، يعني ما حسسوني أنا إنسان غريب، ما حسسوني أن أنا في غربة، بالعكس we feel like we're family. أنا هنا عائلة واحدة. وهالمشاعر الحلوة رافقته كمان وقت الكاستنج اللي خبرنا كيف تم اختياره لهالدور. بالنسبة للكاستنج صراحة جاني اتصال قالوا لي عزيز نبغاك تسوي اوديشن لمشهد بالانجليش، ما كنت اعرف اي تفاصيل، فقلت اوكي بالانجليش شكله عمل جبار، فسويته. بعد فتره، بعد شهر ولا شهرين كنت طالع الرياض، فقلت خليني اخذ معي الباسبورت جست ان كيس اذا جتني اي سفره دوليه يصير معي الباسبورت. وصلت الرياض بعد بيومين جاني اتصال قالوا لي عزيز ترى مبروك انت ما في لاست لايت، الحين تروح تقدم على الشنغن وعلى الفيزا الاوروبيه عشان بعد يومين لازم تسافر. فالحمد لله الباسبورت كان معي، لو ما كان معي الباسبورت كان الدور راح علي. وهالعمل كمان بيضم كاست كبير أبرزهم أمبر روز وجوان فورغيت وماثيو فوكس وغيرهم. أنا personally بحب ماثيو فوكس، تعودت أشوفه بلوست. أنت كيف هيك أول ما عرفت أنك هتشتغل معه، شو حسيت؟ أنا ماني مستوعب إيش اللي بيصير معي. أنا لما قابلت أول ما وصلت، طبعاً التصوير هو في تشيك في مدينة برايك، أول ما وصلت هناك اتصلوا علي قالوا لي عزيز في عشاء ونبغاك تجي، قلت اوكي اي ام ان. فلما رحت الدينر طبعا جاء ماثيو فوكس وجات امبر روز والممثلين الباقيين، فلما سلمت عليه ماني مستوعب. بعدين جلسنا على الطاوله، جلس جنبي، فبدا هو يحكي عن حياته، انا بدات احكي عن حياتي ماني مستوعب. بعدين كان جدا متواضع معي وجدا مهتم يعرف عن شخصيتي وعن حياتي، فمرة انبسط معه وكان بيقول لي أنا مرة يعني متحمس أن أشتغل معك، وقال لي عزيز إذا عندك أي فكرة، عندك أي اقتراح بليز شاركها معي عشان ممكن نغير as long as طالما نخلي النص أو المشهد في الأخير بيرفكت وحلو. فجدا جدا كان متواضع ومحترم. عندك تفاصيل عن المسلسل مثلا كم حلقة بدأت بالتصوير already؟ بالنسبة كم حلقة إلى الآن هو 5 حلقات، ما أعرف إذا هيزودوا هينقصوا ما أعرف. تصوير إيه بدأنا، أنا بدأت قبل شهر والحين في السعودية، وإن شاء الله راجع لهم قريب أكمل يعني التصوير. أما بالنسبة للقصة فحبينا نعرف أكثر عنها من غير سبويلرز أكيد. شخص صحي في اليوم الثاني ما لقى أنه هو يعني فقد عيلته، فلوسه، كل شيء يملكه فقده، حيواجه تحديات وصعوبات، يا إنه يواجهها ويسترجع كل فقده أو يستسلم. فهذه بيسكلي قصة. أوكي، وإنت حتلعب شخصية حد عربي، حتحكي عربي، حتحكي المسلسل 90% بالإنجليش 10% عربي، فأنا هتكلم بين العربي والإنجليش. أوكي، نسمع اللهجة السعودية. اللهجة إن شاء الله اللهجة السعودية. وعزيز غرباوي ما راح يكون الممثل السعودي الوحيد بلاست لايت، فأيضاً بيشارك بهالعمل حكيم جمعة اللي اشتغلوا مع بعض بمسلسل رشاش اللي انطلق على منصة شاهد وحقق نجاح كبير. واللي صار في الرياض
الحكومة ناوي تقصة أنتم معي. أنا صراحة لما اختاروني لهذا العمل ما كنت أعرف إنه حكيم معايا. متى عرفت؟ لما وصلت المدينة ودخلت الوردروب بقيس الأوتفيتس، شوف صورة حكيم معلقة ملابسه، فمرة انصدمت كده وانبسطت إنه أحد من رشاش، لأنه عمل رشاش بالنسبة لي يعني من العمل العزيز على قلبي، وكلنا كنا فاميلي، عشنا مع بعض 6 شهور تصوير، فمرة ماي فاميلي. فلما شفت حكيم يعني he's like my brother، فصرت أقول لهم ترى he's my best friend he's my brother، وكلهم مستغربين إنه من جد هذا your best friend، إنه إيش الصدفة هذه الحلوة. غير كده إنه حنا مو بس ممثلين، قد ما حنا هنكون سفراء للسعودية هناك، نقول لهم ثقافتنا وأخلاقياتنا، فإن شاء الله نثبت وجودنا هناك معهم، وإن شاء الله تكون نقلة نوعية لنا إن شاء الله. إحنا we're very proud of you guys، نتمنىكم أكيد كل التوفيق، ومنشوف وأنا متحمسة أشوف السيريز ومتى حينزل، متى تقريبا ممكن ينزل؟ إلى الآن ما عندي أي تفاصيل لسه، يعني التصوير ممكن يطول شوي.